وقبل كل شيء يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الشقيق وأعيب لكم عن سرورنا واعتزازنا باستضافة الطور الأولى لمعرض جايتكس أفريكا الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فإن معرض جايتكس أفريكا سيشكل منصة دولية للتكنولوجيا المتقدمة بالنسبة لجميع الفاعلين في إفريقيا من القطاع الخاص والعام، حيث تضم هذه التظاهرة أكثر أزيد من 900 شركة وأكثر من 250 متعدد وكذلك أزيد من 100 جهة حكومية. حضرات سيدة السادة، إن المملكة المغربية فخورة باحتضان هذا المعرض الإفريقي المامور لما يكتسبه هذا الحدث من دلالات عميقة. ففي ضوء الاضطرابات الاقتصادية والتحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، بما في ذلك الرقمنة المتصاعدة التي صارت تلامس على كل مناحي الحياة، أصبحت التكنولوجيا الرقمية رافعة أساسية وغير مسبوقة للتنمية الاقتصادية دولياً وعلى مستوى القارة الإفريقية على وجه الخصوص. حضرات سيدة السادة، إن المجتمعات والاقتصادات الإفريقية تشهد تحولاً رقمياً ملحوظاً، حيث تضاعفت الاستثمارات في الشركات الناشئة ب 4.5 مرات بين سنة 2018 و2022. وبعد أن سجلت القارة الإفريقية 2016 أول مقاولة صاعدة يتعدى رأس مالها مليار ديال الدولار، فقد أصبحت تتوفر الآن على ما يقرب 10 مقاولات صاعدة أحادية قرن في جميع أنحاء القارة. ولعل هذه القفزة النوعية تجسد بالملموس جاذبية الاستثمار في الشركات الناشئة في إفريقيا بالنسبة للمستثمرين الدوليين ولرواد التكنولوجيا العالية. إن حضرة سيدة السادة، إن جايتكس أفريكا يشكل منصة مميزة لمناقشة الإمكانات والمهارات الرئيسية التي من شأنها أن تجعل من القارة الإفريقية قارة مستهلكة ومنتجة للرقمنة في آن واحد. مما لا شك فيه فإن تحقيق هذا التحول الرقمي يتطلب توفير مناخ أعمال ملائم وحكامة جاذبة للاستثمارات من جهة، كما يستوجب الاستثمار بشكل فعال في بنيات تحتية رقمية موثوقة وشاملة من جهة أخرى. لا بد من التأكيد أن القارة الإفريقية تزخر بالمؤهلات البشرية ذات الإمكانات العالية، فأكثر من 60% من الساكنة لا يتجاوز عمرها 25 سنة، وهي ثروة ستساهم لا محالة في بناء المسار الرقمي للقارة. نجحنا في تدريبهم وتكوينهم ودعمهم وتشجيعهم لهذه الغاية. وأخيراً، فإن الغاية من الرقمنة تتمثل كذلك في تجويد علاقة المواطن مع الإدارة. حضرات سيدة السادة، إن المملكة المغربية منخرطة في الدينامية الرقمية التي تفرضها العولمة، كما أنها عازمة على تعزيز مكانتها كقطب للرقمنة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز الروابط الاقتصادية ببقية دول العالم، وذلك تماشيا مع الرؤية المستديرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي هذا السياق فإننا نطمح إلى توفير خدمات عمومية رقمية للمواطنين وللشركات والمقاولات، كما أننا نسعى إلى خلق نظام بيئي ملائم للشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وخلق أرضية لاحتضان المواهب الرقمية وإنتاجها. ونحن نشرع في تنفيذ خارطة الطريق، فإن تنظيم هذه الدورة الأولى من جايتكس أفريكا بالمغرب يعد محفزا أساسيا لتحقيق تطلعاتنا المنشودة.
ومما لا شك فيه فإن جايتكس أفريقيا سيسهم في رسم معالم قارة إفريقية متكاملة ومتصلة وديناميه ومتطوره.